اما دلوقتي معانا الاستاذ بيتر والاستاذ محمود. يا اهلا وسهلا بيكم. اهلا بالشباب، اخباركم ايه؟ الحمد لله كله بخير. مين بيتر ومين محمود؟ انا محمود. لا انا ما سمعتش. محمود بيتر حبيبي منورين. اخباركم ايه؟ هكتب بس كده ايه بيتر اورنج عشان ايه عشان بغلط الحاجات دي. اخباركم ايه يا شباب؟ كله تمام منورين الدنيا. القاهره ومنوفيه. انا من فين؟ عزيزه الله يخليك نورنا وشكرا لوجودك معانا. ربنا يخليك حبيبي. اخباركم ايه؟ الحمد لله كله بخير. ربنا كله بخير. قول لي بقى الحمد لله. بيتر انت هتعمل لنا ايه النهارده والحكايه؟ انا بيف استراجنوف ان شاء الله. بيف استراجنوف انت جاي بقى ما تهزرش. يعني هي خش على طول في التقيل. بحاول الاكله تبقى سهله وفي نفس الوقت يعني تيستي جدا، طعمها حلو قوي وفيها كمان فيها صنعه. مفروض الصوص ليه طعم واللحمه ليها طعم. يا رب تعجبك. ستاندر ولا في عندك تفصيل؟ لا ستاندر ستاندر ستاندر. حلو قوي الكلام. حوده اهلا. ايه بقى كلام؟ انا المفروض اعمل هنا طاجن بطاطس بالفراخ. طاجن بطاطس بالفراخ. عاوزين نشم ريحه حلوه كده النهارده. ليه؟ عاوزين نشم ريحه حلوه النهارده. مش هخش على طول عشان الحلوه كده. يلا بينا وندردش في حلقه بتطبخ. خلاص مفيش مشكله.